بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا بهز حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال جميعا: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وهذا حديث بهز قال: لما انقضت عدة زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، عندما طلقها زيد وتمت عدتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: زيد بن حارثة، فاذكرها علي، أي اذكرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها. قال: فانطلق زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى أتاها وهي تخمر عجينها، تخمر العجين لأجل الخبز. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليت ظهري ونكست على عقبي، أني جعلها خلف ظهره ورجع إلى الوراء. فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، أي يخطبك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى وآمر ربي، يعني استخير الله رضي الله عنها. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى وآمر ربي، أي استخير الله. وهكذا المؤمن يستخير الله عز وجل. فقامت إلى مسجدها، أي في بيتها، ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، لأن الله عز وجل زوجه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار، يعني وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه رضي الله عنهن، يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أي من الغرفة، أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب. أنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالله تبارك وتعالى أمر بالحجاب، فيجب على كل مسلمة أن تحتجب عن الأجانب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به، الذين جلسوا يتحدثون،
زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضجه، بل لا تأتوا إلا عند حضور الطعام، إلى قوله: والله لا يستحيي من الحق. فأدب الله عز وجل الناس بهذا الأدب جل جلاله. حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفي رواية أبي كامل: سمعت أنسًا رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة. وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها أم المؤمنين بنت جحش، فإنه ذبح شاةً في الوليمة صلى الله عليه وسلم. فينبغي التسهيل في أمر الوليمة لا المفاخرة والمباهاة، فإن ذلك لا ينبغي. أولم ولو بشاة. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه، يعني حتى فضل. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب. حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي، حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم، زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما. قال: فقعد ثلاثة جلسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. قال: وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي لا تأتون قبل الوقت قبل أن ينضج الطعام، بل إذا حضر احضروا، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، يعني متى نزل الحجاب، لقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه يسألني عنه. قال أنس: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروساً بزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. قال: وكانت تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار،
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى، فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر، وأنزل الله آية الحجاب. فالله عز وجل أمر بالحجاب، فيجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عن الأجانب. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم أنس أم سليم رضي الله عنها حيسًا، والحيس تمر وسمن وأقد، فجعلته في تور أي في وعاء، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا. دعا رجالا من الصحابة رضي الله عنهم، ومن لقيت، أي وأدع أيضا من لقيت، وسمى رجالا. قال: فدعوت من سمى ومن لقيت. قال: قلت لأنس رضي الله عنه: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء، أي حول 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التور، يعني هات الوعاء الذي فيه الحيث. قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق 10 10، كل 10 يكون حلق، وليأكل كل إنسان مما يليه، يعني من أمامه. قال: فأكلوا حتى شبعوا. الله تبارك وتعالى بارك في ذلك الحيث القليل، فأكلوا وشبعوا رضي الله عنهم، وهذا من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بارك الله في الطعام القليل. ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم، فقال لي: يا أنس ارفع. قال: فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت، يعني الطعام كما هو أو أنه زاد. الله تعالى تبارك وتعالى بارك في أكلوا وشبعوا والطعام باقي. قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، أم المؤمنين زينب جالسة ووجهها إلى الجدار، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال: فابتدروا الباب، أي قاموا، فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس:
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، أي لا تجلسوا بعد الطعام لتتكلموا، إن ذلكم كان يؤذي النبي، إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أحدث الناس، أي أقرب الناس عهداً بهذه الآيات، يعني حينما نزل آية الحجاب، وحجبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أم المؤمنين أهدت له أم سليم رضي الله عنها حيثاً، وهو تمر وسمن وأقط في تور من حجارة، في حجر منقور كالإناء وضعت فيه حيث. فقال أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه، أي دعا الله أن يبارك، وقال فيه ما شاء الله أن يقول: ولم أدع أحداً لقيته إلا دعوته. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحيي منهم أن يقول لهم شيئاً، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال قتادة: غير متحينين طعاما، أي غير منتظرين، ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي الحجاب. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. إذا دعيت إلى الوليمة فأجب، إلا إذا كان هناك منكر، إلا إذا كان في ذلك المكان أغاني أو صور أو أشياء محرمة فلا تجب، وأما إذا كان ليس فيه شيء من المنكرات أجب الدعوة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، يعني وليمة العرس، إلا إذا كان البيت فيه منكر فلا. حدثني أبو الربيع، حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ما لم يكن هناك منكر. حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد، حدثنا أيوب حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم.
يعني ما لم يكن هناك منكر. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عند النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور، حدثني عيسى بن المنذر، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ما لم يكن هناك منكر. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم. إذا كان صائم يأتي، فإن شاء أطعم وإن شاء دعا. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. قال النووي: والمراد به عند جماهير العلماء كراع الشاة، لو دعيت إلى مقدم شاة أجب إذا لم يكن هناك منكر. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصلي يعني فليدعو، فليصلي يعني يدعو، وإن كان مفطراً فليطعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتِ الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فينبغي لأهل الدعوة أن يدعوا المسلمين الأغنياء والفقراء، وأما أنه يدعو الأغنياء ويطرد الفقراء هذا منكر. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الولي طعام الأغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري، فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، لأنهم يدعون الأغنياء ويطردون الفقراء. ثم ذكر بمثل حديث مالك. فينبغي لأهل الوليمة أن يدعوا المسلمين
أغنياء وفقراء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني يمنعها الفقراء المحتاجون، ويدعى إليها من يأباها، يعني الأغنياء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فينبغي أن يدعى المسلمون ولا يفرق بين الأغنياء والفقراء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، واللفظ لعمرو، قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبط طلاقي، أي طلقني الطلقة الثالثة، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، يعني ذكره ما يقوم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة إلى زوجك الأول؟ لا، أي لا يجوز لك إذا طلقك هذا، لا يجوز لك أن ترجعي إلى زوجك الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. الزوج الثاني لا بد أن يدخل بك، وإلا إذا طلقك ولم يدخل لا يحل لك الرجوع إلى زوجك الأول. قالت: وأبو بكر رضي الله عنه عنده، عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه، أي المرأة، ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول ما معه، إنما معه مثل هدبة الثوب، كيف تتكلم بهذا؟ على كل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أي لا يجوز الرجوع إلى زوجك الأول حتى يدخل بك الثاني ويطلقك وتعتدي ثم ترجعين، وأما ما لم يدخل بك الثاني لا يحل لك الرجوع إلى زوجك الأول. وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة لا يحل له، لا يحل لها أن ترجع إليه حتى تتزوج زوجاً آخر زواجاً شرعياً، ويدخل بها ويطلقها باختياره ويتم عدتها، ثم إذا أرادت أن ترجع للأول. وأما إذا تزوجها الثاني ولم يدخل بها وطلقها لا تحل للأول. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، أي طلقة ثالثة، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله
ما معه إلا مثل الهدب، مثل الهدبة، يعني ذكروا ما يقوم، وأخذت بهدبة من جلبابها، الهدبة الخيط الذي يكون في طرف الثوب. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، أي لا يجوز لك حتى يذوق عسيلتك، أي الزوج الثاني، وتذوق عسيلته. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر، أي تنهى هذه المرأة عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها، لا بد أن الثاني يدخل بها ثم يطلقها وتتم عدتها، ثم إذا أرادت الرجوع إلى الأول فكذلك. هذا إذا كان الطلاق الطلقة الثالثة، وأما إذا كان الطلاق رجعي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ثم ولا يلزم أن تتزوج زوجا آخر، يجوز للأول أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعي الأولى أو الثانية، أما الثالثة فلا يحل له حتى تنكح زوجا آخر. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا ابن فضيل حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، يعني لا بد الثاني أن يدخل بها، وأما إذا لم يدخل فلا يجوز للأول أن يرجع أن ينكحها حتى ينكحها الزوج الثاني ويطلقها وتتم عدتها ثم يتزوجها الأول. هذا إذا كان الطلاق الطلقة الثالثة. وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعاً عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد
في ذلك لم يضره شيطان أبدا. فعلى المسلم إذا أراد أن يجامع زوجته قبل أن يجامع يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، أي أبعد عنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإذا قدر الله بهذا الجماع ولد لا يضره الشيطان، وهذه نعمة عظيمة. فلا تنسوا أيها المسلمون. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله يجامع أهله قال، يعني قبل ذلك، بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد بهذا الجماع في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعمة عظيم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري، كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور: أراه قال بسم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من خلف، يعني في الفرج لكن من خلف، يأتي الولد أحول، يعني عينه فيه حول. فأنزل الله تعالى هذه الآية: فنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. كيف شئت تجامع لكن بشرط أن يكون في الفرج لا في الدبر، من خلف، من أمام، من جنب، من حيث شئت، في محل الزرع، في الفرج لا في الدبر، الدبر حرام. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الله تعالى أباح إتيان المرأة في القبل من أي جهة شاء لكن في الفرج. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي عن جدي عن أيوب حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثني وهب بن جرير، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان حاء، وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حاء، وحدثني سليمان بن معبد، حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز وهو ابن المختار عن سهيل بن أبي صالح، كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، يعني في الفرج. قال المعلق: قوله إن شاء مجبية أي مكبوبة على وجهها، يعني
من خلفها، يجامعها من خلفها لكن في الفرج لا في الدبر. فالله أحل للرجل أن يجامع زوجته في الفرج من أي جهة كان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. المرأة إذا امتنعت من زوجها الملائكة تلعنها إذا لم يكن لها عذر، فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها بدون عذر. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع يعني تطيع زوجها. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها أي الله عز وجل حتى يرضى عنها. فلا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها بدون عذر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إلا إذا كانت حائض فتمنع نفسها لأن الجماع في وقت الحيض ممنوع، وأما إذا كان من غير عذر فتلعنها الملائكة حتى تصبح. واللعن هو الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله من لعنة الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. لا يجوز للرجل إذا جامع زوجته أن يخبر الناس أنا فعلت كذا وهي قالت كذا وأنا فعلت، هذا عيب هذا منكر. لا يجوز أن تخبر الناس بما يحدث بينك وبين زوجتك، هذا منكر ولا يجوز. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا لا يجوز وهذا من قلة الحياء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، فهذا محرم ولا يجوز. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان
عن ابن محيريز أنه قال: دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فسأله أبو صرمة فقال: يا أبا سعيد، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ العزل أن يجامع الرجل زوجته وإذا دنا خروج المني يخرج المني خارج الفرج. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل؟ فقال: نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق، فسبينا كرائم العرب، يعني جاهدوا في سبيل الله وسبوا نساء الكفار، فطالت علينا العزبة، يعني بعدنا عن أزواجنا، ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، يعني يعطوا من السبي، وأرادوا أن يجامعوا السبي حلال، ولكن أرادوا عند خروج المني يخرجوا خارج الفرج حتى لا تحمل، لأنها إذا حملت يحرم بيعها، إذا حملت وولدت يحرم بيعها، تكون أم ولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن العزل هذا لا يمنع الحمل، إذا أراد الله أن تحمل عزلت أو لم تعزل. لا عليكم ألا تفعلوا، ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون، إن عزلت وإن لم تعزل، إذا كتب الله ذلك لا بد أن يأتيها أمر الله. حدثني محمد بن الفرج مولى بني هاشم، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الإسناد في معنى حديث ربيعة، غير أنه قال: فإن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أخبره قال: أصبنا سبايا، يعني جاهدنا في سبيل الله وسبينا نساء الكفار، فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لنا: وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة، يعني عزلتم أو لم تعزلوا، إذا كتب الله ذلك تحمل. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلت له: سمعته من أبي سعيد رضي الله عنه؟ قال: نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تفعلوا، فإنما هو القدر، الشيء الذي قدره الله كائن. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا، وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العزل: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. وفي رواية بهز قال شعبة: قلت له: سمعته من أبي سعيد رضي الله عنه؟ قال: نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري، واللفظ لأبي كامل، قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد
حدثنا أيوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال محمد: وقوله لا عليكم أقرب إلى النهي، يعني قوله لا عليكم هذا فيه قريب من النهي، لم ينهى ولكن قريب من النهي. وإنما بيّن أن العزل وعدمه لا يمنع الحمل، إنما هو القدر، قدر الله عز وجل. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها، يعني يجامعها، ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة المملوكة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، لأنها إذا صارت أم ولد لا تباع. قال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به حسن فقال: والله لكأن هذا زجر، يعني كأن معناه النهي، ليس نهي صريح لكن معناه النهي. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال: حدثت محمدًا عن إبراهيم بحديث عبد الرحمن بن بشر، يعني حديث العزل، فقال: إياي حدثه عبد الرحمن بن بشر. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد عن معبد بن سيرين قال: قلنا لأبي سعيد رضي الله عنه: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل، يذكر في العزل شيئا؟ قال: نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون إلى قوله القدر، إن الأمر كله في قدر الله عز وجل. حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وأحمد بن عبدة قال ابن عبدة أخبرنا، وقال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ولما يفعل ذلك، ولما يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، ولكن قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ فإنه ليست نفس المخلوقة إلا الله خالقها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية يعني ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ما من كل الماء يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. حدثني أحمد بن المنذر البصري، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية، أخبرني علي بن أبي طلحة الهاشمي عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية، أي مملوكة، هي خادمنا وسانيتنا، أي تأتينا بالماء، وأنا أطوف عليها، أي أجامعها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه
فقال: إن الجارية قد حبلت، قد حبلت أي حملت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن حسان، عن عروة بن عياض، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية، أي أما مملوكة لي، وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، يعني قد أخبرتك أن الشيء الذي أراده الله كائن. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سعيد بن حسان قاص أهل مكة، أي واعظ أهل مكة، أخبرني عروة بن عياض ابن عدي بن الخيار النوفلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا، وقال أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد إسحاق قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن وعين، حدثنا ماقل عن عطاء قال: سمعت جابراً رضي الله عنه يقول: لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. إنما بيّن أن العزل وعدمه سواء، إذا أراد الله شيئاً كائن.